الموضوع المرة دي عن تقييم الأداء للمنشآت الصناعية. هجمع تقييم الأداء للمنشآت الصناعية، مفهوم تقييم الأداء الصناعي، إيه الوظائف الأساسية لتقييم الأداء الصناعي، أسس ومراحل تقييم الأداء، مستويات الطاقة الإنتاجية أو أنواع الطاقة. مفهوم تقييم الأداء الصناعي: الغرض الرئيسي من عملية تقييم الأداء هو قياس مدى وكيفية تطور الأنشطة الصناعية والكفاءات الإنتاجية لتحقيق الأهداف الواجب تحقيقها. حاجة الوظائف الأساسية لتقييم الأداء الصناعي: متابعة تنفيذ الأهداف الصناعية كمية أو كمية، الرقابة على كفاءة الأداء الصناعي، تقييم النتائج لتحديد المراكز المسؤولة عن الانحرافات، إيجاد الحلول والوسائل الكفيلة بحل مشكلة الاختراقات، التنسيق الصناعي بين الخطة القومية والخطة القطاعية. وهنلاقي عندي هنا في نوعين لتقييم الأداء الصناعي: تقييم الأداء على المستوى الإنتاجي للمشروع الصناعي، وتقييم الأداء على المستوى القومي. بالنسبة لتقييم الأداء على المستوى الإنتاجي للمشروع الصناعي، تقييم الأداء على مستوى الوحدات الإنتاجية الصناعية بيهدف لدراسة الأهداف المرسومة والأهداف المحققة فعلا، ثم إيجاد الانحرافات بينهم وإيجاد الحلول لتصحيح هذه الانحرافات. بالنسبة لتقييم الأداء على المستوى القومي، ده بيهدف إلى قياس الاستخدام الأمثل للموارد الصناعية وحساب المنافع والتكاليف الاجتماعية وحساب أثر المشروع الصناعي وأثر ذلك على استراتيجية الاقتصاد القومي. إيه هي أسس ومراحل تقييم الأداء؟ الأسس العامة لتقييم الأداء في القطاع الصناعي تتمثل في: أول حاجة، تحديد أهداف الوحدة الإنتاجية الصناعية خاصة الأهداف الدقيقة، تحديد المراكز المسؤولة في الوحدة الإنتاجية الصناعية، تحديد إطار الخطط الحتمية لإنجاز أهداف الوحدات الإنتاجية، تحديد المعايير المختارة لتقييم الأداء الفعلي. بالنسبة للمراحل الأساسية لتقييم الأداء الصناعي فتمثل فيما يلي: أول مرحلة، مرحلة جمع البيانات الإحصائية اللازمة لدراسة المشروع، بعد كده مرحلة التحليل الفني والمالي للمشروع، تالت حاجة مرحلة الحكم على النتائج والانحرافات. بالنسبة لمستويات الطاقة الإنتاجية أو أنواع الطاقة، أول حاجة هنتكلم عن الطاقة النظرية اللي هي بتاعي تشغيل الوحدات الإنتاجية بأقصى سرعة وبدون انقطاع خلال جميع أيام السنة، بيتمثل استغلال كل الموارد أو الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة للمنشأة الصناعية استغلال تام بنسبة 100%. الطاقة الفعلية هي طاقة بتتراوح ما بين 50 لـ60%، وده بيمثل الجزء من الإمكانيات الاقتصادية اللي بيتم استغلالها فعلا خلال فترة زمنية. الطاقة الاعتيادية عندي هنا اللي هي الطاقة الطبيعية أو المستغلة، ودي الطاقة بتتراوح ما بين 60 لـ65%، وبحسبها بالطاقة الاعتيادية بتساوي الطاقة المتاحة ناقص الطاقة غير المستغلة. الطاقة العاطلة وهي طاقة بتحدث بسبب ظروف طارئة غير عادية. الطاقة الاحتياطية اللي هي الفائضة، ودي بتنشأ بسبب وجود طاقات إنتاجية كبيرة بتفوق ما ترغبه الوحدة الاقتصادية في استعمال. الطاقة القصوى هي طاقة الإنتاج المحددة خلال فترة زمنية معينة وبيكون وفق لمواصفات عوامل الإنتاج، ودي بتتراوح ما بين 80 لـ85%. الطاقة المتاحة أو التشغيلية، بتعرف الطاقة المتاحة بأن هي الطاقة القصوى مستبعد منها الاختناقات داخل مراكز الإنتاج، وبتقاس على مستوى الوحدة الاقتصادية على أساس القدرة الإنتاجية لأضعف مرحلة أو عملية إنتاجية. بعد كده الطاقة غير المستغلة، وهي الطاقة الناتجة عن ظروف فنية وتكنولوجية خارجية، وفي معظم الحالات لا يمكن تجنبها من قبل إدارة المنشأة. طاقة برامج الإنتاج، ودي بتعرف بكمية الإنتاج المستهدف تحقيقه من السلع والخدمات خلال فترة زمنية معينة طبقا لخطة المشروع الصناعي. الانحراف التسويقي هو الفرق بين الطاقة المتاحة والطاقة المتوقعة. الانحراف الإنتاجي هو ذلك الانحراف اللي بيتمثل في الفرق بين الطاقة المتوقعة والفعلية، وده بينشأ بسبب قصور في الإدارة الإنتاجية.